وراء هذا الهاتف الذكي، هذا التلفاز والمكيف الهوائي، أو حتى هذا الترامواي، هناك بطاقة صغيرة تعتبر العنصر الأساسي لسير هذه الآلات، تدعى بالبطاقة الأم. في الجزائر تعتبر شركة بومار رائدة في سوق صناعة هذه البطاقات الإلكترونية، انطلاقاً من التصميم والهندسة إلى غاية الاستعمال النهائي. المؤسسة اليوم مختصة بشكل رئيسي في الصناعة الإلكترونية من خلال يعني صناعة البطاقات الإلكترونية لي كارت مير يعني لي كارت إلكترونيك دو مانيير جينيرال لكل يعني الصناعات، سواء الصناعات الإلكترونية الموجهة للاستهلاك يعني النهائي يعني المستهلك النهائي، يعني نقدر نسموها حنايا في الجارغون تاعنا يعني الإلكترونيك دوميستيك ولا الإلكترونيك ديستيني للغرون بوبليك. وفيه يعني الصفة الثانية أو النشاط الثاني هو الصناعات الإلكترونية المهنية يعني الإلكترونيك إندستريال. ولتطوير النسيج الاقتصادي الوطني ومجال الصيانة في الجزائر، تقوم شركة بومار بصناعة بطاقات إلكترونية بأحدث التكنولوجيات حسب حاجة ومتطلبات الزبائن وإصلاح المعطلة منها أيضاً. عندنا عدة زبائن في المجال الصناعي نقوم بتطوير من أجلهم ديكارت إلكترونيك كوم إكزومبل هادوما في ديكارت إلكترونيك ديفلوبيناهم بور دي زاندستريال ألجيريان، كاين أوسي دي زاندستريال إيطالونجي قمنا بتصليح المعدات الإلكترونية ديالهم. قمنا أيضا بصناعة ديكارت ديكلياراج اندستريال اي غون بوبليك، تسمى نقدروا نصنعوا ايضا لي كارت ديكلياراج غون بوبليك اكستيريور اي انتيريور. اكزومبل لا كارت هذه اللي راهي من تحت سي اون كارت ديكلياراج اندستريال اللي استعملوها في لي نيجاتوسكوب اندستريال. تتعامل شركة بومار مع عدد من الشركات الوطنية العمومية والخاصة، كما تمكنت من استهداف شركات عالمية من خلال تعزيز جودة خدماتها والاستثمار في المجال التكنولوجي. الخيار الاستراتيجي اللي دارته الشركة هو التوجه أولا نحو السوق الأوروبي، لأنه كما قلت سوق واجد، سوق مهيكل، طالب فيه يعني كاين إلى آخره، باش في مرحلة مستقبلية نروحوا للسوق الإفريقي، لأنه لما المستهلك الإفريقي يشوف باللي منتجات الشركة مصنعة في الجزائر تصدر إلى أوروبا وتستهلك من طرف يعني زبون أوروبي، حتخلي عنده الثقة الكبيرة في هذا المنتوج، اللي عنده بالنسبة لي حتكون مرجعية أنه يستهلك هذا المنتوج المصنع في الجزائر بأيدي جزائرية، مادام أنه تم استهلاكه من قبل مستهلكين أوروبيين.